صافي اخوتي، الجزائر وتونس تفوقوا على المغرب، صافي هربوا علينا في التكنولوجيا وفي التصنيع، وصافي المغرب ولا متخلف جدا مقارنه مع تونس والجزائر. واليوم غنجيب لكم هادشي بالدليل، وغنوريكم كيفاش الجزائر وتونس دخلوا لمجال التصنيع، وغنشوفوا كيفاش الجزائر هي اللي متقدمه قطار التنميه والتكنولوجيا والتصنيع، هي وتونس وجرى مع تونس الاخت الصغيره ديالها، وكيفاش هربوا على المغرب. ما تيقتونيش وابقوا معنا حتى لاخر الحلقه وغتفهموا كلشي. المهم، في واحد الخبر عاد نشر اليوم في القنوات الاذاعيه والتلفزيونيه وقنوات التواصل الاجتماعي الجزائري، قال لك تونس والجزائر اخترعوا واحد الموتور كهربائي، وهذا الموتور الكهربائي تقريبا 80% صنع محلي جزائري وتونسي. وكيف ما كتعرفوا في القناه ديالنا، القاعده تقول على ان كل ما ينشر عند الجزائر فهو كذب وبروباغندا. ومن هذا المنطلق مشيت قلبت باش نشوف واش فعلا الجزائر وتونس اخترعوا هذا الموتور هذا، واش هذا الخبر حقيقي ولا ماشي حقيقي، ولا مجرد بروباغندا، ولا مجرد كذب. المهم، الدراجه الكهربائيه كاينه، ولكن واش الجزائر كاينه ولا ما كايناش، هادشي اللي غنشوفوا في حلقات اليوم. ودائما في اطار اي نفخه غادي نفخوها في الجزائر غادي نفشوها اليوم، والجزائريين اللي كيتقلقوا منا اننا كنفضحوهم وكنعريوهم بمعنى الكلمه، فخاصهم يتقبلوا هادشي. راه خليناكم 60 عام وانتم كتكذبوا، 60 عام وانتم كتسبوا فينا، 60 عام وانتم كديروا البروباغندا ضد المغرب، ما فيه باس الا درنا واحد 3 سنين ولا 4 سنين ونضنا لكم وبدينا كنفضحوكم، واي حاجه كديروها كنفضحوها، خاصكم تقبلوها بكل روح رياضيه الا عندكم شي روح رياضيه. قدم لكم بروجي هذايا مصنوع بين ايكيب تونيزيان و الجيريان. سي ان سكوتور 100% الكتريك، لا باتري اللي هو اهم اليمون في السكوتور، مصنوع لوكالمون ainsi que le carénage et le châssis. 80% du scooter معناتها مصنع محلي. قدم لكم بروجي هذايا مصنوع بين ايكيب تونيزيان و الجيريان. هذا من احد شركاء الشركه اللي سميتها كيكو ديال الكهرباء، او كيكو اللي كدير البطاريات، وداروا هاد الدراجه الكهربائيه. تيقول بلسانو، هذا راه تونسي بالمناسبه وكاين في واحد المعرض في الجزائر، تيقول بلسانو بان هاد الدراجه الكهربائيه هي اختراع تونسي جزائري. في الاعلام الجزائري تكتبوا اختراع جزائري تونسي، تسبقوا الاسم ديال الجزائر على تونس، وهو بلسان ديالو تيقول بان هادشي كامل ديال الدراجه الكهربائيه بما فيهم البطاريه اللي هي اهم حاجه، اهم حتى من المحرك، تيقول لك هي صنع تونسي جزائري و80% صنع محلي. ومن عاود لكمش التعليقات على هذه الفيديوهات وعلى هذا الخبر، وتيقول لك الله يبارك بالتعاون التونسي الجزائري، وهكا بغينا الشباب الجزائري والتونسي، وحنا عندنا الكفاءات في الجزائر وفي تونس، ومزيان نتعاونوا ومزيان نمشيو لقدام. واش مستعدين نفشوا اليوم هذه النفاخه ولا باقي ما مستعدينش؟ يلا نمشيو نشوفوا اول مقطع ونعلقوا عليه. حبينا نلوجو على استراتيجي باش نخرجوا سكوتور 100% تونسي. مالكم بروجي هذايا مصنوع بين ايكيب تونيزيان و الجيريان. هذه القناه ديال بي بي سي ارابيك، ودارت واحد البرنامج شحال هادي على هاد الشركه هادي كيكو اللي كاينه في تونس، وهي شركه 100% تونسيه. وكيف ما سمعتوا، نفس الشخص اللي هو احد الشركاء الثلاثه ديال هذه الشركه التونسيه تيقول بان هذه الدراجه الكهربائيه اللي داروا والبطاريه الكهربائيه ديالهم هي منتوج 100% تونسي. اليوم كنسمعوا في معرض الجزائر ولا تيقول على نفس المشروع ونفس الشركه بانها ماشي 100% تونسيه بل تونسيه وجزائريه، والاعلام الجزائري هرف على ديك تونسيه وجزائريه ولا تكتب جزائريه وتونسيه. فكيف يعقل ان اختراع كانوا في الاول تيقولوا عليه 100% تونسي، وكانوا كيهضروا عليه غير التونسيين، وكان تيتنشر اعلاميا فقط على انه شركه تونسيه 100%؟ شويه ولينا في المعرض اللي كاين في الجزائر، ولات سميتو شركه او مشروع جزائري تونسي او تونسي جزائري، ولكن باقي ما متاكدش 100%. يقدر يكون هذا خينا هذا غير تالف ودايخ، ونسى ما قالش الجزائري شحال هذه وقال فقط تونسي، واخا هو تاكد على انها 100% تونسي، ولكن تقدر تكون شي حاجه ما مفهوماش ومازال ما استوعبناهاش. ما يمكنش الاعلام الجزائري كامل والاذاعات والقنوات كلهم يقولوا مشروع جزائري تونسي، والتونسي هذا يقول لهم لا مشروع تونسي 100%. دونك لا
تلوجنا على برشا دي فورنيسور شفنا قطايا توانسه نجمنا نلقاو شويه قطايا. الشاسي مخدومه 100% تونسيه، الكاريناج اللي هي بالفيبر دو فير 100% تونسيه. لقينا صعوبات كان في حاجه برك اللي هي الباتري. كاين اللي غايقول لي كاين اختلاف في الدراجه الناريه، ما كاين لا اختلاف لا والو، نفس البطاريه اللي استعملوها بنفس الشركه. هاد الشركه هي كيكو اللي درت معهم الروبورتاجات بي بي سي ارابيك، راه نفس الشركه. وهذيك الدراجه الكهربائيه اللي بانت في المعرض الجزائري راه نفس الدراجه، غير كيبدلوا فيها وكيحسنوا فيها. في الاول داروا هيكل بيض مع الجلد كحل، ومن بعد بدلوا داروا الهيكل كحل تقريبا باش يكون المنتوج اجمل فقط، ولكن راه نفس البطاريه ونفس المحرك ونفس الشركه اللي هي شركه تونسيه. وكيف ما سمعتوا كيهضر على السوق التونسيه وكيهضر على الموردين في تونس وما تيجبدش كاع الجزائر. اما يمكنش شي شركه تكون جزائريه تونسيه او شي اختراع جزائري تونسي وما يذكروش الجزائر من قبل وشويه فجاه كتخرج الجزائر. درجة كهربائية متاعنا قادرة على السير 100 كيلومتر، وهذا بفضل البطارية اللي نحن صنعناها اللي هي 100% تونسية. بما أنه نحن صنعنا البطارية متاعنا نجمنا نطيحه في الكلفة متاعها 3 مرات أقل من الكونكورون اللي بيعوا فيها، وبالطريقة هذه نجمنا نربح الحريف متاعنا باش يشري درجة كهربائية بسعر متناول ويحافظ على البيئة، وهكا نكونوا حققنا الأهداف متاعنا. اليوم تونسي مازال كيتخرج ولا اللي هو صعيب ياسر باش يوصل يشري كهرباء، غالي عليه الكهرباء، ماشي وتغلى ليسونس، ماشي ويغلى القطايع، ماشي ويغلاو. الفكره نتاعنا هو نعطيو للتونسي فرصه باش يتنقل 100 كيلومتر تتكلف عليه 900 فرنك اكاهو. بسكوتور نتاعنا ما تسحقش تشارجي بالبورن دو ريشارج اللي تلقاهم في الكياسات، لا تنجم تشارجيها في دارك في 4 سوايع اكاهو، تتكلف عليك 900 فرنك تمشيك 100 كيلومتر. هذه ايضا قناه سكاي نيوز العربيه الاماراتيه، وما ادراك ما الاماراتيه اللي ولات الامارات دابا من سنان الجزائريين. تذكر لي الامارات بحال ما عرفت شنو ذكرتي لي. المهم قناه سكاي نيوز العربيه دارت واحد البرنامج مع نفس الشركه ومع نفس التوانسه، وكيف ما كتشوفوا في العنوان لتحت كاتبين مثلا مشروع تونسي لتصنيع دراجه كهربائيه محليه الصنع. علاش يا بتوع المدارس ما كتبوش مشروع تونسي جزائري مثلا؟ اولا الى لاحظتوا في المقطع السابق كتبوا ايضا اوركا دراجه كهربائيه بايادي تونسيه شابه، وفين هما الايادي الجزائريه؟ خدامين تيكتبوا سبتو مديريه الصخره الغربيه ما مساليينش لهادشي. ايادي تونسيه شابه، ما قالوش ايادي جزائريه وايادي تونسيه مثلا. ايضا في العنوان الثالث كتبوا بطاريه دراجه اوركا تم تصنيعها بشكل كامل محليا في تونس مع مراعاه معايير البيئه، محليا في تونس، ما ذكروش الجزائر ولا ذكروا الجزائريين ولا ذكروا شراكه جزائريه تونسيه. ونفس التونسي اللي هو شريك من 3 الشركاء التوانسه اللي كاينين في الشركه بلسانه هو اللي تيقول بانها تونسيه و 100% تونسية وتصنيع تونسي. ونفس الشخص اليوم في المعرض ديال الجزائر شنو داروا لي، شنو قالوا لي، شنو اتفقوا معاه؟ دخل الجزائر غير هكاك غير بسمية. كيف ما تشوف المقطع هذاك الموقع الرسمي ديال هاد الشركه التونسيه اللي سميتها كيكو موتورز واللي هي مختصه في صناعه البطاريات. المهم هما تيقولوا بانهم كيصنعوا البطاريات، انا ما كنتيقش حتى كنشوف المنتوج خارج للسوق. مثلا نيو موتورز هذيك السياره الكهربائيه المغربيه منين خرجت السوق ولا التسويق ديالها في المغرب وان شاء الله تدخل لافريقيا، تما كنقولوا بان الاختراع مغربي كهربائي وبان المنتوج مغربي 100% وتيتصور. اما التوانسه راه سابقا قالوا داروا سياره كهربائيه وما صدقت ليهمش، هما دابا تيقولوا هاد الدراجه كهربائيه واش غتصدق ليهم ما تصدقش ليهم، المهم نشوفوا. ولكن المشروع تونسي 100% والموقع ديالهم دايرين فيه الرايه التونسيه، علاش ما داروش الرايه التونسيه
والجزائريه مثلا. وفي الموقع كيف ما شفتوا كتشوفوا هذيك النسخه الثانيه اللي هي باللون الاسود اللي تعرضت في معرض الجزائر، نفس النسخه ديال المشروع التونسي وديال الشركه التونسي، وراهم كاتبين باللغه الانجليزيه The First Tunisian Electric Scooter، يعني اول دراجه تونسيه كهربائيه ودايرين العلم التونسي. وتيديروا العلم التونسي وما كيديروش العلم الجزائري، وما تكتبوش مثلا تونسيان ان الجيريان، علاش ما كتبوش الجيريا مثلا تما؟ علاش ما داروش العلم ديالكم اذا كان فعلا المشروع او الشركه او هذا الاختراع هذا بين قوسين جزائري تونسي كيف ما قالوا هذاك التونسي براسو اليوم في المعرض ديال الجزائر، وكيف ما نشر الاعلام هذا الخبر. حتى الموقع الالكتروني ديال الشركه عنده نقطه تي ان، يعني نقطه تونس، ما عندوش نقطه دي زد مثلا او لا نقطه بوان كوم ولا شي حاجه، عنده نقطه تي ان، يعني هو موقع محلي تونسي. وحتى الصور اللي كينشروا في الموقع الرسمي كيديروا دائما العلم التونسي على انه منتوج 100% تونسي، والتوانسه هما اللي اصحاب الشركه وهي شركه تونسيه 100%. شنو وقع وكيفاش ولات هذه الشركه التونسيه وهاد التوانسه ولاو داخلين معاهم الجزائريين، ولا فجاه هذا المشروع هذا جزائري تونسي؟ كيف ما قلت لكم المعرض جزائري، وهاد الشركه التونسيه شاركات في هذا المعرض الجزائري، وغالبا وزير التجاره ولا وزير الصناعه الجزائري هذاك اللي غضبان واش لقاومتهم دابزه مع نيفو، هذاك غيكون هضر معاهم وتكلم معاهم وقال لهم شوفوا غنعطيكم واحد 100,000 دولار باش تمولوا شويه الحركه وباش تروجوا شويه الحركه، ولكن بشرط واحد، غادي تدخلونا معاكم غير بالسميه، غتقولوا بانه مشروع جزائري تونسي، حنا غنطبلوا ليه مزيان داخل الجزائر بوصبع سين كشيح وسيفرح، وغادي يطلع عنده هرمون السعاده ويجي عند المغاربه يقول لي حنا كنصنعوا البطاريات الكهربائيه والدراجات الكهربائيه ومريضنا ما عنده باس وصافي، والقصه غادي تكمل ساعه كيف ما تيقولوا حبل الكذب قاصر. هاد التونسي هذا عماو الفلوس وبدا تيكذب وقال لهم مشروع جزائري تونسي او تعاون جزائري تونسي، وهو ماشي بصح، ما كاين حتى علاقه للجزائر بهذا المشروع، هو مشروع تونسي 100%. اصلا واش هما كيصنعوا البطاريه ولا ما كيصنعوهاش، هادشي غادي تعرف من بعد، لانه من حد الساعه راه مازال غير في البروتوتيب، مازال ما داروش التسويق ديال الدراجه الكهربائيه. واصل البطاريه الكهربائيه من شتها لقيتها عباره عن 4 الخشبات ودايرين شي حاجه لداخل وما بينوهمش، ويقدر يكون الدافع على انه ما بينوهمش لانهم خايفين يتسرق لهم المشروع ولا شي حاجه، ولكن صناعه بطاريه كهربائيه في هذا الوقت راه مابقاش صعيبه، راه سهله، وكاينين بزاف ديال الشركات اللي كيديروا المشروع هذا مفتوح وتقدر تاخذه وتنقله. فين تيكون المشكل؟ في السرعه ديال هذه البطاريه هذه، والبطاريه التونسيه اللي كيتكلموا عليها راه كتشارجا 3 سوايع 4 سوايع، يعني راه ما بطاريه ما والو. المهم من هادشي كامل اللي كيهمنا هو انه الجزائر مدخله نيفا في هذا المشروع، هو مشروع تونسي لا علاقه له لا من بعيد ولا من قريب بالجزائر، يعني اكذوبه جزائريه وبروباغندا جزائريه جديده، وقال لك ان لم تستحي فافعل ما شئت. هذاك التونسي صاحب المشروع او احد الشركاء ديال الشركه التونسيه، علاش قلت لكم عماو الفلوس؟ لانه ما عقلش بانه راه داير واحد الموقع رسمي وكاتب بان المنتوج التونسي في 100% وبانه لا علاقه له بالجزائر، وما عقلش بانه دار روبورتاجات مع بي بي سي ارابيك، بي بي سي نيوز، ومع سكاي نيوز عربيه، وكلهم كان تيقول لهم بانه مشروع تونسي وما كانش يذكر الجزائر. حتى ان هذه الشركه التونسيه عندها شركاء من الامارات، يعني الامارات مولات المشروع جزئيا قبل الجزائر. الجزائر دابا راه ما مولات المشروع ما والو، الجزائر غتهضر مع داك التونسي غتقول ليه قول غير كلمه انت ما خاسر والو، قول بانه مشروع تونسي جزائري وسير في حالك وسير لتونس وقاد الشركه ديالك وهاك واحد 100,000 دولار مثلا. ماذا فعلت بحياتك يا بوصبع حتى يتمتع الاخرون باموالك؟ عاود ثاني فلوس العدس واللوبيا والحليب مشاو غير على ود الكلمه، وجا حاتم المرابط بالفار ديالو ضرب لكم كلشي في الزيرو. والجزائري وغير منطقيا، واش كاين شي واحد كيصنع سياره كهربائيه ديال تيليتوبيز غادي يصنع دراجه كهربائيه بهذا الشكل هذا، وغيصنع بطاريه كهربائيه بهذا الشكل؟ وسيروا نتوما ما كتصنعوا والو من غير الكذوب، الحاجه الوحيده اللي كتصنعوها هي البروباغندا والكذوب، من غير هذا الشيء ما كتصنعوا حتى شي لعبه، ما قادرين تصنعوا حتى صاشي حليب وتقضيو به الغرض، ما بقى لكم غير تصنعوا بطاريه كهربائيه وتلصقوا في التوانسه. ونصيحه لهاد الشبان هادو التوانسه اللي كاينين في الشركه هادي واللي قال لك داروا هاد الدراجه الكهربائيه، الا كذبتي ودخلتي الجزائر فقط لانهم عطاوكم الاموال راك ما غتمشيش بعيد، اي حاجه فيها الكذوب راه ما كتصدقش وربي ما تيباركش ليكم فيها، والا كذبتي مره كتكذب 1000 مره. وبما انك كذبتي ودخلتي الجزائر غير حيت عطاوك الفلوس، فربما تكون كتكذب على هاد البطاريه وماشي صنع تونسي
وتكونوا غير نقلتوها من شي شركه اجنبيه فقط وصافي وديري الهيله لا فابور. ولكن مع ذلك عجبتيني في هذه اللقطه، خديتي اموال العدس واللوبيه ديال الجزائر وغتستمتع بهم في تونس، ولا ربما دير بهم شي مشروع واحد اخر تاع علاقه بهذا المشروع. المهم بصحتك، وانت راك دخلتي مع عملاء المخزن اللي كيستنزفوا الجزائر. نكتفي بهذا القصف، كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.